السلام عليكم شباب سكندري 2. النهارده يا شباب ان شاء الله ميعادنا مع مراجعه ماث على المنهج كله باذن الله. هنحل مع بعض كايرو اكزام، اول امتحان عندنا في المعاصر. هناخد مع بعض الاسئله سؤال سؤال. الحاجه السهله هنعديها على طول علشان ما نزهقش شويه، عشان الامتحان كبير. الحاجه اللي فيها افكار هي دي اللي هنقعد فيها ان شاء الله مع بعض. فتعالوا كده مع بعض واحده واحده، وركز جدا في كل سؤال عشان تلم المنهج كله لو انت نسيت اي حاجه منه. طب نبدا كده يا جماعه مع بعض. اول question بيقول the solution set of the equation absolute value 2x minus 1 equal 5 in R. طيب كل الناس عارفه ان الابسوليوت فاليو بيتفك باجابتين، اجابه بوزيتيف واجابه نيجاتيف. فانا هقسم الصفحه نصين زي ما اتعلمنا، اقول له يا اما 2x minus 1 equal positive 5، يا اما 2x minus 1 equal negative 5. نبدأ نحل equation عادية جدا. هنا 2x equals 5 plus 1 هتبقى 6، ماشي ال 2 يا باشا بالديفايد فبقيت 3. هنا 2x ماشي ال 1 بالبلس، negative 5 plus 1 بنيجاتيف 4، divided 2 تطلع ال x بنيجاتيف 2، يبقى ال s s 3 ونيجاتيف 2 اللي هي دي. ادي تشويس او question number 1. طب question number 2، the vertex، نمسح بس اللي حصل ده. the vertex of the curve of the function f of x equal 2 minus x squared plus 3. اتفقت مع حضرتك عشان تطلع ال vertex بتشوف بسهوله قوي ايه اللي هيخلي البراكت بزيرو، لو حطيت يا مستر ال x ب 2 عشان 2 minus 2. طب مين النمبر اللي بره؟ positive 3، يبقى ال vertex 2 و 3 اللي هو choice A. question 3، if log base 3 y equal x then the exponential form ليها is مين في دول؟ علمت حضرتك ان انت عشان تحول اللوج لشكل الباور او الاكسبوننشال بنعمل العجله الدوره بتاعتنا، يعني بنقول 3 باور x equal y. لو دورنا عليها هنلاقيها choice D، 3 power x equal y. طيب question 4، the 1 to 1 function from the following functions is مين في دول؟ اتفقنا يا جماعه 1 to 1 يعني each element من x رايح لاجابه واحده بس من y، ان اجابات الواي مش بتتكرر. طيب اتفقنا مع بعض ما ينفعش اي even function تبقى 1 to 1. الاكس باور 2 هي ايفن فانكشن، رسمتها كانت بتبقى بالشكل الجميل ده. طبعا انت فاكر ال 1 تو 1 لو عايز تعرفها جرافيكالي بتعمل هوريزونتال لاين تيست زي كده، لو قطع الكيرف في اكتر من بوينت ما تبقاش 1 تو 1. الابسوليوت فاليو اكس حرف ال في برضه هتقطع في اكتر من بوينت مش 1 تو 1. نيجاتيف اكس سكويرد هي الكوادراتيك بس مقلوبه لتحت برضه مش 1 تو 1. الوحيده هي الكيوبيك function اللي هي رسمتها احنا كنا قلنا عامله زي الكرسي. فلو عملت كوادراتيك او عملت هوريزونتال لاين تيست في اي حته هيقطع ان اونلي 1 بوينت. اللي تحتها log a x plus 2، جميل، minus log a x minus 1 equal log a 4، يبقى ال x equal كام؟ بص يا باشا، خدنا مع بعض رولز لللوج. ما دام log a ولوج a هما سيم بيز، ما دام هي ماينس اقدر اجمعها لوج اي واحده واخد التو نمبرز دول اعملهم ديفايد. تاني احنا قلنا لو المساله بالبلس لوج بلس لوج بعملها بالمالتبلاي، اخد لوج واحده واضربهم في بعض. اما لو لوج ماينس لوج اخد لوج واحده واعمل الاجابات اللي جوه ديفايد، بس بشرط يكون سيم بيز. هنا لوج اي ولوج اي يبقى هي كل ده ايكوال لوج بيز A للفور زي ما الراجل قايل. طب من ضمن الشغل بتاع اللوج بتاعنا يا جماعه كنا بنقول ما دام اللوج دي هي هي اللوج دي يبقى اللي جوه ده ايكوال اللي جوه التاني. فاقدر دلوقتي اكتب x بلس 2 اوفر x ماينس 1 ايكوال 4. يلا بقى ابدا اشتغل معايا ايكويشن عاديه جدا. هتمشي ال x ماينس 1 دي هناك بالمالتبلاي، 4 باي x بقى اسمها 4x، 4 باي نيجاتيف 1 اسمها نيجاتيف 4. كل ده ايكوال، اوعى تقول لي اوفر، اكس بلس 2 زي ما هي كانها اتعملت باي 1 اللي هنا. طبعا خلاص عاديه،
جمع الاكسات في سايد والنمبرز اللي من غير اكسات في سايد تاني. هجيب الاكس هنا بالماينس 4x ماينس x تديني 3x ايكوال. همشي النيجاتيف 4 بالبلس 2 بلس 4 هيدي لك 6. ماشي يا استاذي 3 بالديفايدد يبقى الاكس ايكوال 6 ديفايدد 3 which is 2. يبقى اجابه حضرتك ان الاكس ايكوال 2. طيب question number 6 بيقول لي if f of x equal 4x minus 5 g of x equal 3 power x هات لي f after g لل 2. طيب طبعا الكومبوزيت دي عند علمي بس ادبي ما عندهمش الافتر. كنا اتفقنا يعني ايه f after g of 2. طبعا بعوض بالنمبر في القريبه الاول يعني اجيب الاول g of 2. جرب كده معايا ادي الجي اهي شيل الاكس وحط 2 3 باور 2 طلعت يا مستر ب 9. بس خلي بالك ال 9 مش الاجابه. الاجابه اللي طلعت بقى برجع احطها في الاف يعني ال 9 اللي انا جبتها ارجع اعوض بيها في الفانكشن اللي اسمها اف. يلا شباب معايا كده 4 باي 9 36 36 - 5 هتكون الانسر بتاعتي 31 وهي دي الانسر اللي انا عايزها. كويستشن 7 بيقول لي ايه بقى الراجل في كويستشن 7 يا شباب؟ بيقول if y equal a power log ax يبقى مين في الكلام ده صح؟ طب ركز معايا في اللي هقوله لك ده. هنا انت مش عارف تحل المساله صعبه شويه يعني الباور فيها لوج. طب كنا اتفقنا مع بعض في الدرس ده لما تعطل خد اللوج للناحيتين يعني قول لوج y equal log a power log a x. مستر هو يعني ايه اللي احنا عملناه؟ احنا خدنا لوج للناحيتين بس خليك بقى ناصح شويه. ازاي يا مستر بعيد الشر عليا؟ هقول لك ازاي. انت لقيت المساله هنا فيها لوج البيز بتاعها ايه فانت تقدر تاخد لوج للناحيتين هنا لوج a لوج a. طب يا مستر كمل كده معانا. هنا بقى اسمها لوج a y equal لوج a a power لوج a x. من ضمن البروبرتيز بتاعت اللوج ان انا اقدر اطلع الباور اقدر انزله بره. طب كمل كده يا مستر معانا. فبقت لوج a y equal نزل الباور تحت بقى اسمها لوج a x لوج a a. طيب لوج a a ب 1 احنا قلنا لوج البيس هو هو النمبر خلاص ب 1. اتبقى لك ان لوج a y equal لوج a x. ما دام اللوج هي اللوج خلاص حضرتك بكل بساطه هتعمل ايه؟ هتقول يبقى اللي جوه ايكوال اللي جوه. يبقى كده يا مستر الاكس ايكوال الواي. ركز معايا في اللي بيتقال ده. يبقى احنا كده وصلنا ان الاكس ايكوال الواي. ما دام الاكس ايكوال الواي مين في الاجابات دي صح؟ اهي اكس ايكوال واي. طب لو ركزت هتلاقي هي نم هي سي. ليه طيب يا مستر؟ الراجل دخل الواي جوه بالماينس فبقى اسمها اكس ماينس واي ايكوال زيرو. وتبقى هي دي الاجابه بتاعتنا ان x ماينس y ايكوال 0. طيب question 8 الراجل جاي بيقول لي absolute value 3 ماينس 2x smaller than or equal 1. طيب في الابسوليوت فاليو inequalities يا جماعه كنا قلنا لو smaller than نحلها ونفرضها في سطر واحد. اما لو كانت العلامه دي greater than كنا هنقول اكبر من الكبير or اصغر من الصغير. هنا جايه سمولر ذان تقوم شايل علامه الابسوليوت وتكتب اللي انا هعمله ده 3 ماينس 2x سمولر ذان اور ايكوال 1 نزلت زي ما هي وتقوم فارد الناحيه الثانيه جريتر ذان اور ايكوال النمبر هو هو بس بالنيجاتيف بقى. يبقى انا نزلت المساله زي ما هي بس ضريبه ان انا شلت الابسوليوت حطيت العلامه الثانيه بس بالنيجاتيف مش بالبوزيتيف. ابدا حل بقى مشي 3 ناحيتين بالنيجاتيف هتبقى 1 ماينس 3 طبعا هي هنا بوزيتيف هتروح بالماينس 1 ماينس 3 نيجاتيف 2. طب نيجاتيف 1 ماينس 3 بالنيجاتيف 4. هنمشي النيجاتيف 2 دي بالديفايدد على الناحيتين بس خلي بالك نيجاتيف 2 ديفايدد نيجاتيف 2 طلعت 1 نيجاتيف 4 ديفايدد نيجاتيف 2 طلعت 2. ايه بقى اللي خلي بالي منه يا مستر؟ ما دام انت عملت ديفايد نيجاتيف نمبر
او multiply negative number طبعا بنعكس ال inequality sign. فبقيت بالشكل ده، بقيت ال x between ال 1 وال 2. طب يا مستر اخدها closed ولا open؟ حضرتك عارف ما دام في علامة or equal يبقى ناخدها closed interval. طيب question 9، log ax divided log abx. المسألة دي بقى حلوة قوي. بص حضرتك دلوقتي اللوجز هما الاثنين البيسز بتاعتهم مختلفة عن بعض، ودي يا مستر مسألة ديفايد، احنا ما خدناش لوج ديفايد، لوج اصلا ملهاش رول. اعمل ايه؟ حضرتك هتدور في الرولز بتاعت اللوج اللي هتبقى مكتوبة قصادك في الامتحان، هتلاقي ان انت ما قدامكش غير ان انت تفك كل لوج منه. ازاي؟ تعال افكرك. لوج بيز ايه للاكس؟ اقدر اقول لوج اكس اوفر لوج ايه، كنا بنفك اللوج بالطريقة دي divided. ركز كده معايا في اللي هيتقال برضه افهمها اكتر. لوج بيز اي بي للاكس اتفقنا، يبقى لوج الاكس اهي اوفر لوج البيز اللي هو اي بي. طب حضرتك عارف معايا ان divided دي لما بتبقى between two fractions بخليها multiply واعمل flip للفراكشن اللي وراه، فبقى اسمها لوج اكس اوفر لوج اي multiplied by log AB over log X. عملنا فليب، قلبنا الفراكشن اللي وراه. طيب بالمنظر ده لو انت مركز معايا اللوج X هيتكنسل مع اللوج X. طب اكتب كده يا مستر اللي متبقي، اتبقى لي فوق log AB. طب ما انت عارف ال AB معناها multiply، اللوج لما بيبقى جواه multiply اقدر افكها بلس، يعني log A بلس log B. انت عارف ده كويس. طب اللي كان متبقي تحت اصلا لوج اي يا مستر، بس اللي تشويسز ما فيهاش اللي حضرتك كتبته ده. طب ما انا هقول لك بقى، ما دام ما فيهاش اقدر اكمل واعمل سمبليفاي. ازاي يا مستر السمبليفاي؟ تحت ما دام لوج واحده او نمبر واحد اقدر اعمل كل واحده من اللي فوق ديفايد عليها لوحدها مره. يلا كده ابدا معايا، لوج اي ديفايد لوج اي تديني 1 بلس لوج بي ديفايد لوج اي هي لوج اي بي. مش احنا عارفين لوج اي بي بتتفك لوج بي اوفر لوج اي؟ هو لما يجيبها لي لوج بي اوفر لوج اي اقول له يا عم الحاج يبقى هي لوج بيز اي للبي. الاختيار ده هتلاقيه عند حضرتك تشويس بي، يبقى الاجابه بتاعتنا في الكويستشن 9 بي. طيب question 10 من الاسئله اللي فيها شغل شويه. خلي بالك من حاجه، question 10 ليه كذا طريقه اجابه، فانا جاوبه بطريقه معينه اركز معايا فيها. الراجل بيقول لي ان 3 باور a هي equal 4 باور b، هات لي بقى 9 باور a اوفر b بلس 16 باور b اوفر a. فانت ببساطه جدا هتقول لي ايه؟ هتقول لي يا مستر انا اول حاجه هعملها ال 9 دي هخليها 3 شبه اللي هو مداني في المسألة، يبقى انا هخليها 3 باور 2 ولسه طبعا عليها a اوفر b بلس ال 16 هخليها 4 يا مستر 4 باور 2 وبرضه لسه عليها b اوفر a. ركز بقى يا باشمهندس بقى، احنا عندنا من زمان اقدر اعمل للباور باور ملتبلاي بعض. طب يا مستر ما انا مش هستفيد حاجه لو عملت ملتبلاي بعض. هقول لك بقى خليك ناصح، مش انت عايز 3 باور a و 4 باور b؟ ما دام ملتبلاي، الملتبلاي طول عمره كوميوتاتيف، فانا ممكن اطلع ال 2 بره وادخل مثلا ال a مكانها جوه، فتبقى 3 باور a all باور 2 اوفر b. مستر هو اللي انت عملته ده صح؟ اه طبعا صح، هي ملتبلاي، الملتبلاي كوميوتاتيف، فبدلت ال 2 وال a مكان بعض. نفس الكلام في ال 2 وال b، 4 باور b طلعت ال 2 بره بقت 2 اوفر a. طب يا مستر كمل كده يعني، ماشي كمل. ال 3 باور a هو قال لي ايكوال 4 باور b، فانا هكنسل ال 3 باور a واكتب 4 باور b، كل ده باور 2 اوفر b. مستر انت كده استفدت ايه؟ استفدت ان انا دلوقتي هكنسل ال b مع ال b، بس خليك معايا، بلس ال 4 باور b هو برضو مديني ان ال 4 باور b ايكوال 3 باور a، فخليتها 3 باور a all لسه باور 2 اوفر a.
اخر خطوة انا عرفت ان انت تعبت، اخر خطوة باور بعمل باي، لما بضرب بي في 2 اوفر بي شيل البي مع البي، ولما اضرب اي في 2 اوفر اي شيل الاي مع الاي، اتبقى لك 4 باور 2 اللي هي 16 بلس 3 باور 2 اللي هي 9، 16 بلس 9 تديك الاجابة 25 اللي هي تشويس دي. اسمع المسألة كذا مرة عشان تفهم فكرتها. question 11، الراجل دلوقتي في question 11 يا جماعة بيقول لي ايه؟ بيقول لي the solution set log question 11 log 3x multiplied by log 23 equal 5. طب يا مستر اعمل ايه؟ هنا يا شباب اللوج البيس مش قد البيس، ده 3 وده 2، بعدين احنا ما خدناش رول للمالتبلاي لوج في لوج، احنا خدنا لوج بلس لوج او ماينس، فانا برضو مضطر افكها زي ما فكيت اللي قبلها اللي فاتت. هقول مثلا دي تتفك لوج اكس اوفر لوج 3، ده اللي قدامي، ما قداميش حاجه ثانيه اعملها. مالتبلاي هنشوف هتمشي ولا مش هتمشي، برضو نفكها لوج اللي فوق ديفايد لوج البيس، كل ده ايكوال 5. طب ايه يا مستر ده ما هي حلوه اهي، هكنسل اللوج 3 مع اللوج 3، اتبقى لي كده لوج اكس ها اوفر لوج 2، كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 5. انت عايز تجيب الاكس، طب تعالى بالراحه مع بعض نحل. حضرتك اول حاجه هتعملها مشي اللوج 2 الناحيه الثانيه بالمالتيبليكيشن، فبقى عندك لوج x equal 5 log 2. طب وبعدين يا مستر لسه ما وصلتش لحاجه، هقول لك لا احنا قربنا خلاص. انت عارف ان لو كان في باور فوق ال 2 بتطلعه بره اللوج. طب انا هنا مضايقني الرقم اللي بره اللوج، انا عايز اقول اللوج هي اللوج يبقى اللي جوه هو اللي جوه. طب يا مستر ببساطه قوي خلاص، ما دام مضايقك ال 5 رجعها تاني باور زي ما كانت. يعني هقول ان لوج x equal log 2 power 5، ما دام اللوج هي اللوج يبقى الx هي 2 power 5 اللي هي 32. 2 power 5 هي 32. اسمع برضو الستبس كويس وحاول تعملها بايدك انت لوحدك. question 12، y equal fifth root of x، يبقى الانفرس فانكشن ايه؟ من غير ستبس يا جماعه بقى، الفيفث روت عكسها اكيد باور 5، يبقى الاجابه اكس باور 5 من غير الستبس اللي احنا كنا قايلينها، مش مستاهله ستبس اصلا في مساله زي دي. طيب question 13، the axis of symmetry of the function f of x equal x squared is the straight line mean في دول. طب يا استاذي انا لو عايز احلها معاك جرافيكالي هتقول لي يا مستر اشمعنى؟ هقول لك عشان انت معاك برنامج الجيوجبرا تقدر ترسم الرسمة في ثانية واحدة، تكتب f of x equal او تكتب y equal x squared، ده هي ترسم الشكل ده. كلمة axis of symmetry يعني الستريت لاين اللي بيقسم الفيجر بتاعي نصين، واضح قوي هنا ان هو الشكل ده، ان هو اللاين ده. مين اللاين ده؟ هتجري تقول لي يا مستر الواي اكسس، هقول لك ايوه يعني مين في دول؟ اللاين ده اسمه x equal 0. حد يتخض يقول لي يا مستر ازاي ده يبقى y equal 0؟ اقول لك لا، انت لو جبت هنا لاين مثلا عدى هنا عند الاكس ب 2 هتقول لي اسمه x equal 2. فاحنا متعودين اي vertical line بيبقى اسمه x equal البوينت اللي عدى عليه، اما اي horizontal line اسمه y equal البوينت اللي عدى عليه. question 14، بيسالني عن الدومين بتاعت الفانكشن اللي قصاد عينك دي. حتة دومين اللوج الناس ناسيها شوية، لازم حضرتك تستوعب معايا حاجة قبل ما ابدأ احلها. من شروط اللوج ان النمبر ده اللي هو اللي جوه ده يبقى belongs ل r positive، اما النمبر البيز اللي هو اللي تحت يبقى belongs ل r positive except ال 1. فانت حضرتك هتقوم عامل ايه؟ هتقوم جاي عامل لي زي ال piecewise define function كده، هتقول لي اول حاجة يا مستر اللي جوه دي اللي هي الاكس لازم تبقى r positive، يعني لازم يا مستر تبقى اكبر من 0. هقول لك تمام ادي كده اول واحده، ويا مستر ال1 minus x دي لازم برضه تبقى r positive يعني اكبر من 0، بس لازم برضه يا مستر في نفس الوقت
تبقى not equal 1. ما احنا اتفقنا تبقى r positive except 1. طب اول واحدة خلاص محلولة الاكس اكبر من 0. تاني واحدة لو طلعنا الاكس الناحية دي بالبوزيتيف هتبقى الاكس smaller than 1. او لو الناس بقى بتحب تحلها بالطريقة التانية سيب النيجاتيف اكس اهو في بيتها عشان ما حدش يتلخبط. greater than ال1 هنا positive هتروح بالنيجاتيف. وحضرتك متعلم لما تشيل النيجاتيف مع النيجاتيف تشينج الانيكواليتي ساين فبقت اكس سمولر ذان 1. طب هنا 1 ماينس كام تديك 1؟ 1 ماينس 0. يبقى الاكس ما ينفعش تكون بزيرو. يبقى ايه الصح؟ الصح يا مستر الاكس اكبر من 0 واصغر من 1. يعني يا مستر الاجابه بتاعتي هي سي، ان الاكس تبقى بتوين الزيرو وال1. طبعا ما ينفعش نقول bigger than or equal 0 علشان احنا قلنا ما ينفعش تكون بزيرو. طيب نخش على اللي بعده. لما تتعب حضرتك وقف الفيديو وريح شوية وكمل معايا، او لو عايز انت تحل الاول وتشوف بعد كده تصحح معايا مفيش اي مشكلة، ممكن توقف وتحل برضو، منها ان انت عشان ما تزهقش ومنها ان انت تجرب نفسك الاول قبل ما تشوف معايا. Question 15 بيقول if f is an odd function من negative x ل x. هو بقى بيسأل f of negative x plus f of x. الناس تفتكر بقى معي ال odd function كنا بنقول ان ال f of negative x هي هي ال f of x بس بالنيجاتيف لو تفتكر، لكن ال odd بيشيل النيجاتيف فال f of negative x هي هي f of x مش فارق. فده معناه ان f of negative x بتاعتنا هي negative f of x عشان odd negative f of x plus f of x اللي الاتنين هيكنسلوا مع بعض تطلع 0. يبقى الاجابة بتاعتي 0. question 16 the domain of the function square root x plus 2 plus square root 5 minus x. حضرتك عارف كويس ان square root اللي جواه لازم يبقى يا positive يا 0، ما ينفعش يبقى negative. فلو انت بتحب تحل بستبس، طبعا في ناس بتحب تجيبها بدماغهم على طول بس مالناش دعوه بيهم، خلينا نجيب بستبس. هقول له لازم اللي جوه السكوير روت ده يبقى اكبر من او ايكوال 0. مشي التو هناك يبقى الاكس اكبر من او ايكوال نيجاتيف 2. طب ده بالنسبه للاولانيه. الثانيه هقول له برضو لازم ال5 ماينس اكس دي تكون اكبر من او ايكوال 0. مشي ال5 فبقت النيجاتيف اكس اكبر من او ايكوال نيجاتيف 5. اللي انت اتعلمت بقى شيل النيجاتيف مع النيجاتيف غير الانيكواليتي ساين فبقت الاكس سمولر ذان اور ايكوال 5. طب حضرتك كده بتقول لي ان الاكس اكبر من النيجاتيف 2 اصغر من ال5 يبقى بتوين النيجاتيف 2 وال5 كلوزد اللي هو تشويس سي. في ناس طبعا بتحب ترسمها على النمبر لاين، ادي من اول النيجاتيف 2 كلوزد فيما فوق وبعدين ال5 كلوزد وتحت الانترسكشن من النيجاتيف 2 كلوزد ل 5 كلوزد. question 17 if f negative 1 is the inverse function of the function f يبقى any statement في دول صح. حضرتك طبعا متعلم معايا ان الدومين بتاع الفانكشن هو هو رينج الانفرس ورينج الفانكشن هو دومين الانفرس، يعني كل حاجه بالعكس. فلو حضرتك بصيت كويس على التشويسز هتلاقي الصح عشان ما نضيعش وقت هي تشويس بي. the domain of f inverse equal the range of f هي دي الإجابة الصح عندنا. طيب question 18 the range of the function f of x equal x squared minus 1 over x minus 1. ده يا شباب من الأسئلة اللي الناس بتعطل فيها شوية. أنا عايز أعلم حضرتك بقى على طول كده هتعمل إيه. طبعا أنت ممكن تحطها على الجيوجبرا على فكرة هتلاقي فيه هول طلعت لك وأعرفك الرينج فين. الرينج طبعا بيتجاب من على الواي اكسس ده لو جرافيكال، لو الجبريكالي بقى. اول حاجه بنطلع الدومين. الدومين في الفراكشن هو ار اكسبت السيت اوف زيروز بتاع الدينومينيتور، مين اللي يبوظ تحت؟ لو الاكس ب 1 يبقى الدومين هي ار اكسبت 1. طب بعدين يا مستر اركنها بقى على جنب. ابدا اشتغل سمبليفاي. اكس باور 2 ماينس 1 دي ديفرنس بتوين تو سكويرز. بفتح براكتين اكس واكس سكوير روت ال 1 1 1 واحدة بلس واحدة ماينس اوفر اكس ماينس 1 زي ما هي. كنسل اكس ماينس 1 مع اكس ماينس 1 اتبقى لي اكس بلس 1. عشان اعرف الرينج عوض دلوقتي بالرقم اللي ما كانش ينفع في الدومين
اللي هو ال1. حط كده الاكس ب1، 1 بلس 1 طلعت 2. طب هل ال2 دي يا مستر اللي تنفع ولا دي يا مستر اللي ما تنفعش؟ طبعا دي ما تنفعش عشان عوضت بالاكس اللي برضو ما تنفعش. يبقى الرينج بتاعي هو الار كلها اكسبت ال2 اللي طلعت لي. لو عايز تجيبها جرافيكالي هيبقى جيوجبرا يا استاذي. السؤال اللي بعده question 19، if f of x equal log a to x plus 4 و f inverse of 5 equal 14 يبقى ال a equal نقط. طبعا السؤال ده في ناس بتحله في ثانية وفي ناس بتحله في نص ساعة. اللي عايز يحله في نص ساعة براحته، بس انا مش هعمل كده. هو هيعمل ايه؟ هو هيشتغل انه يجيب ال inverse function بتاعت اللوج دي، وبعد ما يجيب ال inverse function يعوض الاكس ب 5 والواي ب 14 ويشتغل يجيب الاي. طب البني ادم الناصح هيعمل ايه؟ هيقول لي يا مستر انت معلمنا كويس قوي ان لما يديني حاجه بالشكل ده وهي انفرس فانكشن، ساعتها يا مستر اللي جوه البراكت هي الواي واللي بره هي الاكس. لو انا عايز اشتغل بالمنظر ده من غير ما اجيب الانفرس، هقول لك برافو عليك، الكلام اللي انت بتقوله صح. ليه؟ عشان احنا لسه قايلين في كويستشن 17 ان دومين الفانكشن هو رينج الانفرس، ورينج الفانكشن هو دومين الانفرس. فانت دلوقتي لو عايز تسيب الفانكشن زي ما هي، يبقى تقدر تستفيد بمعلومه الانفرس بالعكس، ان اللي جوه تبقى هي الواي واللي بره هي الاكس. تعال بقى نعوض. طبعا الواي اللي هي اف اكس هحط مكانها 5 ايكوال لوج اي في البيز، حط لي يلا مكان الاكس 14 كده 2 by 14 28 plus 4 32. فانت تقول لا الله يا مستر انا بحب الشكل ده قوي. الشكل ده يا مستر عشان احوله للباور بعمل البلية العجلة الدوارة. هقول لك صح. هتقول لي مستر يبقى A power 5 equal 32. A power 5 equal 32. هتقعد تجرب كام power 5 يديك 32؟ هتقول لي 2. تقول لي يا مستر بقى انا ما بحبش التجربه، قول لي طريقه تانية. قول لي خلاص ودي الباور 5 الناحيه الثانيه بالفيفث روت ولا تزعل. بس عامه الناس حافظه ان 2 باور 5 هي ال 32. كويستشن 20، if f of a equal 2 باور a، يبقى log 2 f of a. خلاص تعالى نحلها، هي log 2 ال f of a هو قال لي اسمها 2 باور a، شلتها وحطيت 2 باور a. انت متعلم كويس ان الباور لما بيضايقك بتطلعه بره اللوج، بقى اسمها ايه؟ لوج 2 2. لوج 2 2 قلنا ب 1 تايم ايه، يبقى الانسر ايه. لغايه يا جماعه هنا ال 20 كويستشنز اللي على الالجبرا خلصت. هنبدا الكويستشنز بتاعت الكالكولس وبعدها التريجنومتري. زي ما بقول لك لو حابب تريح او تجرب نفسك الاول از يو لايك. احنا هنكمل على طول. كويستشن 21، limit to x plus 3 over 5 x squared plus 4 when x tends to infinity. حضرتك متعلم كويس قوي ان لما ال x tends to infinity بنعمل divide اكبر power في الدنومينيتور. ال x هنا اكبر واحدة power 2، فبعمل المسألة كلها over x power 2 over x power 2 over x power 2 over x power 2. طيب فوق شلنا x مع واحدة من الاثنين اللي تحت، اتبقى 2 power x 3 over x power 2. تحت دي راحت مع تحت تبقى 5 plus 4 over x power 2. كل ده limit when x tends to infinity. خلاص ظبطت بتعوض. 2 over infinity 0، 3 over infinity 0 يبقى فوق خلاص 0، 5 plus 0 برضو 5. خلي بالك ما هو number over infinity اتفقنا انه ب 0 عشان ما تتلخبطش معايا. 0 divided 5 يبقى الانسر في النهاية equal 0. فيطلع واد شاطر كده يقول لي، يقول لي يا مستر انا ما بعملش كل ده. من الاخر يا مستر انت معلمنا ما دام الديجري بتاعت النيوميريتور اصغر من الديجري بتاعت الدينومينيتور في مساله الانفينيتي يبقى الاجابه زيرو. يعني ايه ديجري يا مستر؟ الكلام ده كبير عليا. ديجري هنا اكبر اكس فوق هي باور 1، اكبر اكس تحت هي باور 2. ايوه الكلام ده يا مستر انا عارفه. ما دام اللي فوق اصغر من اللي تحت، الاكس اللي فوق الباور بتاعها اصغر من اللي تحت، يبقى الاجابه زيرو. ده في الانفينيتي. طيب كمل بقى كده يا مستر. لو اكبر طبعا تبقى انفينيتي، تبقى الانسر مش زيرو تبقى انفينيتي. كويستشن 22، ليميت 5x ليميت
5x كوسك 2x when x tends to 0. فانت تقول لي يا مستر انا بحبش اشتغل بالكوسيك ابدا. الكوسيك عكسها ايه؟ الكوسيك هي الريسيبروكال بتاعت الساين. فانت تقوم جاي قايل لي تقول لي يا مستر هكتبها ليميت when x tends to 0 5x زي ما هي. بدل ما اكتب بقى multiply 1 over sin انا هنزلها تحت على طول sin 2x. ما هي الكوسيك عكسها الساين الريسيبروكال بتاعها يعني. طبعا انت واخد قوانين للساين والتان ان لو الاكس تندس تو زيرو والاكس دي هي دي فبتقول الاجابه كوفيشنت اوفر كوفيشنت يبقى الانسر 5 اوفر 2. اللي بعدها ليميت وان اكس تندس تو زيرو للكلام الفاضي ده. طبعا في ناس بتبدا تظبط الباور اللي بالنيجاتيف انا هعمل حاجه تاني خالص هقول لك ليميت وان اكس تندس تو زيرو. الشكل ده اخد منه على طول كومن فاكتور. مين الكومن فاكتور؟ اصغر اكس يا مستر انت معلمنا. اصغر اكس هنا الباور نيجاتيف 1. طيب احنا اتعلمنا يا جماعه لما باخد باور بالنيجاتيف بعمل ايه؟ بعمل عليها ديفايد عشان اشوف اللي متبقي. هنا 3 تنزل زي ما هي. اكس باور 1 ديفايد اكس باور نيجاتيف 1 في الديفايد بعمل ماينس للباورز. 1 ماينس نيجاتيف 1 تديني 2. يبقى اكس باور 2 بلس ال 2 نزلت اكس باور نيجاتيف 1 ديفايد اكس باور نيجاتيف 1 خلاص راحت يا مستر ما اكتبهاش. تحت اسمعها معايا تاني تحت هتفهمها. برضو الاكس باور نيجاتيف 1 هي الصغيره. متبقي ايه؟ ركز كده دي كانها اكس باور 1 خلي بالك. ما دام خدنا كومن فاكتور اعمل ديفايد. اكس باور 1 ديفايد اكس باور نيجاتيف 1 1 ماينس نيجاتيف 1 تديك اكس باور 2 بلس ال 4 تنزل 4 ديفايد 1 ب 4 اكس باور نيجاتيف 1 راحت مع اكس باور نيجاتيف 1. طب نكمل بقى الاثنين دول اتكنسلوا مع بعض. ما دام كنسلت الحاجه اللي مخوفاك عوض بقى تعويض مباشر. حط لي كده الاكس ب 0 3 باي 0 بلس 2 طلعت 2 0 باور 2 بلس 4 طلعت 4 2 ديفايد 4 طلعت الانسر بتاعتي هاف. يبقى الاجابه عندي تشويس بي اللي هو هاف. question 24 اداني function بيقول لي the value of f of 4 which makes the function continuous is مين في دول؟ افتكر معايا يا استاذ في الكونتينيوس كنا قلنا لازم تبقى ال f of a positive equal f of a negative يعني كده الليمت اكزيست equal هي هي f of a. يعني ايه يا مستر برضو الكلام ده؟ يعني المفروض ان ال f of 4 ما هو الايه هنا اللي هو النمبر اللي هو الاف اوف 4 عندي المفروض يبقى الاف اوف 4 هو هو ايكوال اف اوف 4 بوزيتيف هو هو ايكوال اف اوف 4 نيجاتيف. طب ما هي اف اوف 4 بوزيتيف ايكوال اف اوف 4 نيجاتيف انا مش لاقيها في التشويسز. مين بتغني عنها؟ هي هي ليميت اكس تنس تو 4. ليميت اكس تنس تو 4 هي هي اف اوف 4 رايت او 4 ليفت عشان هو هنا قال لي اكس نوت ايكوال 4 يعني سواء اكبر من الفور هعوض في الليمت ده اصغر من الفور برضو هعوض في الليمت ده. فاقدر ساعتها اقول له لو لقيت الفانكشن نفسها ايكوال الليمت يبقى الفانكشن بتاعتي كونتينيوس. question 25 اداني ليمت وشكلها عاديه جدا. طيب احنا نعمل ايه لو عوضنا تعويض مباشر هلاقيها 0 اوفر 0 ان سبيسيفايد ما ينفعش الكلام ده. طب تعمل ايه يا مستر؟ اعمل فاكتورايزيشن. الشكل سهل يعني حضرتك هتعمل فاكتورايزيشن مود ايكويشن 3 هيطلع لك اكس ماينس 3 واكس ماينس 4. طب ما هي اكس ماينس 3 اللي فوق هتروح مع اللي تحت. ما دام كنسلنا اللي خايفين منه اللي هيطلع لي تحت بزيرو اعوض. عوض الاكس ب 3 3 ماينس 4 طلعت نيجاتيف 1 سو ذا فاينل انسر از نيجاتيف 1 يبقى تشويس بي. طيب ايه كمان يا مستر؟ 26 ايه يا مستر الرغتاتها دي؟ ليميت when x tends to 4 x power 3 square root x minus 128 over x minus 4. مستر انا مش عارف اعمل ولا فاكتورايز ولا حاجه. هقول لك خلاص ابدا معايا المساله وابدا فك الروت. انت متعلم معايا حاجه لما بفك الروت بعمل in over out. هنا دي square root الباور 3 دي على الاكس اللي بره خلي بالك. in over out هنا الاكس كانها 1 واللي بره الروت كانها 2 السكوير روت بتبقى مستخبيه. ف
فبقى اسمها multiply x power 1 over 2. ونزلت دي زي ما هي ودي زي ما هي equal limit when x tends to 4. طبعا في المالتبلاي سيم بيس بعمل يا شباب للباورز بلس 3 بلس هاف تديني 3 ان هاف اللي هي 7 اوفر 2 وتحت اكس ماينس 4. فانت تقول لي يا مستر اه دي شكلها كده 3 ان 4 واضح. هقول لك طب انت كنت بتعمل ايه عشان الشروط تتحقق؟ كنت بتقول لي يا مستر لازم ده يبقى 4 ولازم الباور اللي فوق زي اللي فوق واللي تحت زي اللي تحت. فانت حضرتك بتحب تجيبها بالفهلوه وبدماغك الاول تقول لي اكيد يا مستر ال 128 هتديني 4 باور 7 اوفر 2. ودايما كنت بقول لك عشان قلبك يطمن اعملها على الكالكليتر اكتب 4 باور 7 اوفر 2 هتلاقيها فعلا 128. طب استفدت ايه يا مستر؟ لا استفدت كتير. استفدت ان انا خليتها ثيرم 4. كانت بتتحل ازاي؟ كنا بنقول الباور اللي فوق اوفر الباور اللي تحت فتبقى 7 اوفر 2 اوفر 1 مالهاش لازمه ال 1 ملتبلاي النمبر اللي هو ال 4 باور 7 اوفر 2 ماينس الباور اللي تحت اللي هو 1 تطلع لي الاجابه عندي 112 اللي هو تشويس A. طيب 27 السؤال جاي بيقول يا شباب ايه؟ f of x equal to functions دول اللي فوق لما ال x not equals 2 اللي تحت لما ال x equals 2 وهو عايز limit f of x when x tends to 2. طب يا جماعه ما دام قال ليميت هل اعوض عند الاكس ايكوال 2 ولا عند الاكس نوت ايكوال 2؟ هتقول لي طبعا يا مستر عند الاكس نوت ايكوال 2. ليه؟ هو لو عايز عند الاكس ايكوال 2 هيقول لي كده يقول لي اف اوف 2 لكن هو قال لي ليميت اف اوف اكس وين اكس تندز تو 2 يعني اللي هو اف اوف 2 بوزيتيف او اف اوف 2 نيجاتيف. انا مش ضامن هي كونتينيوس ولا لا عشان كده انا ما اعرفش هل الليمت هيطلع قد الاف اوف 2 ولا لا. فانا لازم اعوض في اللي فوق. ما هي قلنا نوت ايكوال 2 معناها سواء 2 بوزيتيف او 2 نيجاتيف يعني اكبر من 2 او اصغر من 2 يبقى انا هعوض في اللي فوق. شيل الاكس يا استاذي وحط 2. 3 تايم 2 6 6 ماينس 1 تبقى 5 يبقى طلع تشويس بي. خلي بالك ده كده اف اوف 2 نفسها لو سال عليها هي 6 لكن الليمت اللي هي اف اوف 2 بوزيتيف او اف اوف 2 نيجاتيف طلع 5. على فكره هي كده المساله تبقى ديسكونتينوس عشان الليمت ما طلعش قد الفانكشن. طب 28 الراجل جه قال لي ايه؟ ليمت وين اكس تندز تو باي اوفر 2 2 اكس ماينس كوزاين اكس. فانت تقول لي يا مستر احنا ما عندناش قانون للكوزاين، احنا خدنا القوانين بتاعتنا ساين وتان. اقول لك طب يا فالح ما دام ما عندكش قانون للكوزاين عوض تعويض مباشر. يلا كده هنقول 2 ملتبلاي باي اوفر 2. فانت ما تقوليش يا مستر 90، لا ال 90 لو هي جوه الكوزاين او الساين او التان. يعني هنا الاكس هتتشال واحط باي اوفر 2، الباي اوفر 2 دي كانها 180 اوفر 2 اللي هي 90 فعلا. ما دام جوه ساين او كوزاين او تان. هنا كوزاين ال 90 ب 0. طب 2 في باي اوفر 2، ال 2 هتروح مع ال 2 اتبقى باي. يبقى تشويس سي الإجابة باي. طيب قربنا يا جماعة. question 29 الراجل بيقول لي اداني function وقال لي ان الفانكشن دي ركز بقى في السؤال ده قوي. قال لي الفانكشن دي is continuous at x equal a. هات لي الايد كام؟ طب مش احنا قلنا مدام continuous عند ال 1 يبقى f of 1 positive equal f of 1 negative equal f of 1. اه يا مستر تمام. هنا اف اوف 1 بوزيتيف واف اوف 1 نيجاتيف هو برضه مجمعهم في واحده اللي هو لما قال لك اكس نوت ايكوال 1 يعني دي اللي هي كانها الليمت اف اوف اكس وان اكس تندز تو 1 المفروض تطلع هي اف اوف 1 عشان تبقى كونتينوس. دي المعلومه الوحيده اللي انا اعرفها من كلمه كونتينوس. هجيب دي ودي واساويهم ببعض واشتغل. يلا يا جماعه اف اوف 1 اللي هي 2a عند الاكس ب 1. طب الليمت تعالوا نعوض كده مستر. لو عوضت تطلع تعويض مباشر تطلع 0 اوفر 0. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعملها ليمت اللي فوق difference between two squares x minus 1 x plus 1 اللي تحت x minus 1. شيل ده مع ده اتبقى لك x plus 1. عوض بقى ساعتها بال 1. 1 plus 1 ادتك 2.
يبقى 2 يا شباب equal 2a. ماشي ال 2 بالديفايدد يبقى ال a equal 2 divided 2 which is 1. يبقى الانسر عندي تشويس دي. يبقى ركز في اسئلة الكونتينيوتي والكونتينيوس. لما يقول لك كونتينيوس تقول له يبقى f of النمبر equal limit النمبر. الليمت تشتغلها عادي فاكتورايز بقى ايا كان ثيرم 4 كونجكت زي ما هو يكون مديها لك ايكوال الفانكشن نفسها تساويهم ببعض وتشتغل تجيب الحاجه اللي هو عايزها. طب 30 هتقول لي يا مستر افك البراكت اللي عليه باور 5 يا مستر. هقول لك يا عم الحاج قلنا الكلام ده ما ينفعش غير في ثالثه ثانوي، انت اخرك تفك براكت باور 2. طيب في ناس هنا بتحلها بسرعه جدا وعارفين رول سهله ليه. طب اللي مش عارف هقول لك بص كده ركز في اللي انا هعمله ده. لو قلنا ليميت هنا اكس بلس 2 باور 5 وهنا اكس، ركز كده معايا. ال 32 دي ممكن تبقى حاجه باور 5 اه يا مستر، تبقى 2 باور 5. طب ايه ده يا مستر وبعدين؟ ايه رايكم تحت عشان نظبط ثيرم 4؟ الاكس دي لو انا عملت بلس 2 ماينس 2 في حاجه حصلت؟ ولا حاجه، شك الدبوس ولا حاجه، ما هو 2 ماينس 2 كانها زيرو، انت كده ما عملتش اي حاجه. طب ايه اللي استفدته؟ استفدت ان انا ظبطت شكل المساله على ثيرم 4، فاضل بس اظبط دليل الليمت. هنا كان اكس تندس تو زيرو، هزود هنا 2 وهزود هنا 2، فبقيت اكس بلس 2 تندس تو 2. هنا الخمس شروط يا جماعه اتحققوا، ده هو ده هو ده، ال 2 هو ال 2 هو ال 2. باور اللي فوق زي بعض، باور اللي تحت زي بعض، ماينس وماينس. يبقى نطبق قانون ثيرم 4. باور اوفر باور 5 اوفر 1 ب 5 ملتبلاي النمبر بتاعي اسمه 2 باور 5 ماينس 1 ب 4 5 تايم 2 باور 4. كالكليتور طلعت لحضرتك الاجابه 80، يبقى تشويس سي. طيب نخش على 31. ليميت وين اكس تنس تو 0 1 ماينس كوزين اكس ليميت when x tends to 0 1 minus cosine x plus sine x over 1 minus cosine x minus sine x. هتقول لي يا مستر عوض تعويض مباشر، هقول لك صح عوضنا لانها 0 over 0. طب وبعدين unspecified لازم احلها. فانت هتقول لي يا مستر الحته دي مفكرني بحاجه، احنا خدنا قوانين الدرس ده sine وtan اللي هو اظبطها واقول coefficient over coefficient، لكن الكوزاين كان ليها قانون كده غريب لو نفتكره. كان القانون بيقول ليميت وين اكس تنس تو 0 1 ماينس كوزاين اكس اوفر اكس يديني 0. هتقول لي طب يا مستر هعمل بيه ايه؟ هقول لك تعالى كده بص، لو عملنا المساله كلها ديفايد اكس زي الانفينيتي كده، ده اوفر اكس ده اوفر اكس، انا اعتبرت ده كانه براكت، ها كانه حاجه واحده. ليه؟ عشان اطلع الشكل اللي بره ده، وده كمان اوفر اكس كان ده حاجه واحده، وده اوفر اكس. طبعا انا ما غيرتش حاجه في المساله، انا كاني عملت المساله كلها ديفايد اكس كده. الجزء ده بزيرو بلس الساين كوفيشنت اوفر كوفيشنت 1 اوفر 1 ب 1 اوفر برضو الجزء ده بزيرو ماينس كوفيشنت اوفر كوفيشنت بقت 1. يطلع الاجابه في الاخر 1 ديفايدد نيجاتيف 1 اللي هي نيجاتيف 1 تشويس بي. طب يلا سريعا بقى 32. الراجل جاي بيقول لي ايه في 32 يا جماعه؟ جاي بيقول لو الفانكشن اللي قصادي دي ليميت اف اوف اكس وين اكس تندس تو 3 ايكوال 16، يبقى الاي بلس بي ايكوال كام؟ طيب بص بقى يا استاذ، هنا الراجل ما دام ادالك الليميت ايكوال 16 يعني موجود، ده معناه ان الليميت اكزيست. طب امتى الليميت اكزيست؟ لو اف اوف 3 بوزيتيف هي هي اف اوف 3 نيجاتيف، وطبعا هتبقى هي هي 16. f of 3 positive اللي هو الجزء الاكبر من 3، f of 3 negative الجزء الاصغر من 3. يبقى انت حضرتك هتساوي كل واحده من الاثنين دول بال 16 بتاعتنا. طب تعالوا كده نجرب. f of 3 positive يعني اعوض فوق عن الاكس ب 3، 3 تايم 3 باور 2 ادي 9، 9 ماينس 2 بالمره ادي 7 بلس a تايم 3 ب 3a كل ده ايكوال 16. يلا حلها كده معايا بسرعه. ال 7 تروح بالماينس، 16 ماينس 7 ب 9، ال 3 بالديفايدد يبقى ال a ايكوال 3. طب افهم معايا الجايه لو ما فهمتش دي قوي.
اخد برضو اف اوف 3 نيجاتيف واسويها ب 16، يعني الجزء الاصغر من 3، حط انا الاكس ب 3، 2 تايم 3 ب 6 بلس بي ايكوال كام يا مستر؟ برضو الليمت ده قلنا ايكوال 16 زي ما الراجل قال. مشي 6 الناحيه الثانيه، بقت البي ايكوال 16 ماينس 6 ادتني 10. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز يعرف ال A plus ال B equal كام؟ خلي بالك هو عايز يعرف ال A plus ال B هتطلع لي كام؟ طيب احنا جابتنا كده تطلع 13، لا ثواني كده نعيدها، احنا قلنا 3 تايم حسبنا بس هنا حاجه غلط يا جماعه، احنا لما عوضنا ب 3، 3 تايم 3 باور 20، 3 تايم 9 ب 27 ماينس 2 ب 25، معلش فهنحسبها تاني، 16 ماينس 25 بنيجاتيف 9 ديفايدد 3 بنيجاتيف 3، معلش عندنا بقى الحته دي. هو عايز في الاخر a بلس b، اجمع كده نيجاتيف 3 بلس 10 هتطلع الانسر بوزيتيف 7 اللي هو تشويس d. طيب 33 كده احنا خلصنا اسئله الكالكولس، نخش على الكام سؤال اللي فاضلين دول التريجنومتري. If the parameter of triangle ABC ب 33 واداني ساين A بلس ساين C ب 2/3 واداني ساين B ب 1 over 4 وطلب الـ AC. طب ركز كده، لما كنا بنرسم ترينجل ABC كنا بنقول إن ده الـ A سمول، ده B سمول، ده C سمول. هو طالب الـ AC يعني عايز الـ B سمول. طيب إحنا خدنا ساين رول بتقول لي A over ساين A equal B over ساين B equal C over ساين C equal to R لو المسألة فيها R. طب هو الراجل هنا بيقول لي بارامتر، طب مش احنا اتفقنا A over sin A equal B over sin B equal C over sin C، اقدر اقول equal A plus B plus C اللي هو البرامتر over sin A plus sin B plus sin C. احنا متعلمين من ايام يمكن prep 3 ان في الريشيو اقدر اجمع اللي فوق واجمع اللي تحت ويبقوا equal نفس الريشيو زي هي. هلجأ لها امتى؟ لما الاقيه بيقول لي بارامتر. طب يلا بقى نقول البارامتر ب 33 اوفر ساين A بلس ساين B بلس ساين C. طيب هو كده كده مدي لك ساين A بلس ساين C ب 2 اوفر 3 وساين B لوحدها بكوارتر، حضرتك هتجمع لي 2 اوفر 3 اللي هم الاثنين دول بلس الكوارتر هيطلع لحضرتك 11 اوفر 12. طب كل ده ايكوال، هو عايز مين؟ هو عايز البي سمول، يبقى هناخدها مع البي اوفر ساين بي، دول كده نساويهم ببعض. البي انا عايزها ساين بي هو مديها لي بكوارتر، كده انتهت المساله. كل اللي حضرتك هتعمله كروس ملتيبليكيشن عشان تطلع البي، 33 تايم كوارتر ديفايد 11 اوفر 12 يطلع لك الانسر 9، يبقى تشويس بي. اخر سلايد يا جماعه بيقول لي ان ترينجل اي بي سي اداني ال b squared plus c squared minus a squared equal 2bc time a، طبعا اللي هيشبه على اللي حافظ الرولز او الرولز لو قدامك ده كده رول الكوزاين، المفروض دول رجالتها b و c وده اللي بيقف وشها، يبقى ده قانون اسمه كوزاين a. كنا بنقول ايه في قانون كوزاين a الناس اللي تفتكر معايا؟ ادي اهو تراينجل abc، عشان اجيب انجل a كنا بنستخدم رجالتها اللي حواليها دول اللي هو البي سمول والسي سمول، فكنا بنقول بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس اللي في وشها اي باور 2 اللي هو نفس اللتر يعني اوفر 2 بي سي. الراجل عمل ايه؟ الراجل ودى ال 2 بي سي هناك بالمالتبلاي، فكده انا فاضل لي اكتب له هنا في النقط ايه؟ المفروض اكتب له يا مستر كوزاين ايه. طب هي مش موجوده في الاختيارات، هو بيلعب معانا لعيبه تريج من بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت change or doesn't which كواد والحاجات دي. مين في دول هي كوزاين ايه؟ عشان ما ضيعش وقت هي بي. طب ليه يا مستر؟ تعال اشرح لك بسرعه كده. ال90 كنا بنقول بتعمل change فالساين هتبقى كوزاين. طب 90 ماينس ادي 90 ماينس كانت الفيرست كواد استك، في الفيرست كواد كان كلهم بوزيتيف، يبقى هي فعلا هي كوزاين ايه. طب الكويستشن اللي بعده ساين ال اوفر 3 ايكوال 2 ساين ام اوفر 3 ايكوال ساين ال ان اوفر 4 وعايز ال تو ام تو ان. اقول لك على حاجه، لولا التول اللي موجوده دي
كنا قلنا الإجابة 3 to 3 to 4. طيب أنا لازم أخلص من فوق ما خليش فيه ولا نمبر. طب تعمل إيه؟ مفروض أعمل المسألة كلها divided to عشان أخلص من التو دي. طب الأسهل أقوم كأني ضارب كل اللي تحت في 2. ما هو كأني عملتها divide 2 على فكرة، لما عملت تحت by 2 كأني عملت المسألة كلها divide 2. الغرض منها أشيل التو دي مع التو اللي تحت يطلع لي اللي أنا هبقى محتاجه. إيه هو بقى؟ اتبقى هنا 3 by 2 اللي هي 6، هنا خلاص بقت 3، هنا 4 by 2 بقت 8، يبقى التشويس دي هو الصح 6 to 3 to 8. يبقى لازمة التو اللي أنا عملتها دي إيه يا مستر؟ إن هي تتكنسل مع اللي فوق واخد الباقي كله، تبقى الأنسر هي دي 6 to 3 to 8. طب question 36. Measure of the greatest angle in triangle whose side length 3 و5 و7. طب يا باشا، طبعا حضرتك لو رسمت بسرعة كده، ادي 3 ادي 5 ادي 7. اكبر انجل هي قصاد اكبر سايد، يعني لو سمينا مثلا ABC يبقى انجل B اكبر واحدة. مادام هو عايز الانجل ومديك 3 سايدز يبقى كوزاين رول على طول. هتقولي كوزاين B equal مين رجالتها 3 وال5 زي ما اتعلمناها فوق اهي، 3 باور 2 بلس 5 باور 2 ماينس اللي بيقف في وشها 7 باور 2 اوفر 2 باي 3 باي 5. حضرتك بقى بحسبه بسيطه على الكالكوليتور مش هنضيع وقت فيها، هتحسب الكلام ده كله واللي هيطلع هتقوم عامله شيفت كوزاين، هيطلع لك الانسر 120 ديجري، يعني الاجابه الصح تشويس بي. Question 37. In triangle DEF, measure of angle D equal 80. Measure of angle E equal 60. F small equal 12. هات D small. طب أنا بحب أرسم على طول كده. D E F. هنا قال إيه؟ قال لك إن angle D ب 80. وقال إن angle E ب 60. طب وأنت ماشي كده هات angle F أكيد هتستخدمها. 180 minus الاتنين دول بلس بعض طلعت 40. طب الاف سمول ب 12، هو طلب الدي سمول، مستر ساين رول دي اسهل حاجه في الدنيا، هقول 12 اوفر ساين 40 ايكوال الدي سمول اللي انا عايزها اوفر ساين 80. كده خلاص كروس ملتيبليكيشن جبت الدي. طب هو مش عايز فاينل انسر، هو عايزها بالكروس ملتيبليكيشن. طب ما انت كده هتعمل مين في مين؟ اللي كمله ال 12 والساين 80. يبقى 12 باي ساين 80 ديفايد ساين 40 اللي هي هتبقى تشويس A. طب 38 ABC equilateral triangle. اهو يا جماعة equilateral triangle. اداني السايد لينث بتاعه الواحد ب 5 root 3. طبعا equilateral يعني كل انجل ب 60. طلب مني الديامتر. ما دام دخل بقى في سيركل radius وديامتر وبتاع بتاع السيركم سيركل، القانون كان بيقول زي ما قلنا A over sin A equal B over sin B equal C over sin C، كل ده equal to R. فانا يكفي اخد واحده منهم واقول ايكوال تو ار. هعمل 5 روت 3 اوفر ساين 60 عشان ايكوالاترال، اللي هيطلع هيكون ايكوال تو ار. ما هي التو ار هي الدي، ما هو الدايمتر قد الريديوس مرتين. حضرتك هتحسب 5 روت 3 اوفر ساين 60 على الكالكليتور، هتلاقي الاجابه طلعت لك 10، هو ده الدايمتر. لو كان عايز الريديوس كنت هقول له 5. طيب نمبر 39 question، خلاص اللي قبل الاخير. Number of possible solutions of triangle ABC. ده يا شباب اخر درس في التريجنومتري لما بعت لكم فيديو ليه اخير. Number of solutions. ما دام اداك الانجل اكيد قلت لك ارسم عشان هنشتغل فيها. ادي A B C. اداني الA ب 60 والسايد اللي قصاده الA سمول ب 5 سنتيمتر والB سمول ب 3 سنتيمتر. كنت انا قلت لك ايه لو تفتكر بقى وعايزك تعيد الدرس ده تتفرج عليه تاني. قلت لك اول حاجه بنبص على السايد اللي قصاد الانجل اللي هو هنا 5، لو اكبر من او ايكوال السايد الثاني خلاص يبقى انت مش محتاج حوارات، يبقى هو 1 سوليوشن. هل هنا ال 5 اكبر من ال 3؟ يا مستر، يبقى خلاص من غير ما تفكر هي 1 سوليوشن، من غير بقى ما تجيب الهايت وتقارن الهايت بالسايد اللي قصاده الانجل والكلام ده، لا، ما دام طلعت اكبر منها او ايكوال يبقى 1 سوليوشن. لكن لو طلعت اصغر منها كنت هضطر اجيب الهايت. الهايت قلت لك بيطلع ازاي؟ قلت لك بتضرب السايد اللي بره اللعبه
مش اللي قصاد الانجل اللي بره اللعبه ده، فساين الانجل يعني بنقول 3 ساين 60، واجيبه واعمله بقى كومبير باللي قصاد الانجل واشوف. وكانت كيسز كتير كنا شرحناها في اخر فيديو، لكن هنا ما دام السايد اللي قصاد الانجل اكبر من السايد الثاني يبقى وان سوليوشن. اخر مساله بيقول لي لو الاريا بتاعت الترانجل اي بي سي سميتها لك اكس والراديوس بتاع السيركم سيركل اسمها ار، هات لي السمبليفاي بتاع 4 ار اكس اوفر اي بي سي. جبتها لكم في امتحان شهر قبل كده يا جماعه، تعالوا كده نشتغل. ال 4 ار تنزل زي ما هي، الاكس هي الاريا اوف سيركل الترانجل اي بي سي. طب الاريا بتاعت الترانجل بنجيبها ازاي في لما يبقى مدينا الكلام ده؟ كنا بنقول هاف اي سايدين في سايد ساين الانكلودد انجل، يعني هاف مثلا اي بي ساين انجل سي. طب وتحت اي بي سي زي ما هي، ركز بقى الاي بي هتتكنسل مع الاي بي، اتبقى لك ايه؟ تعالى نكتب هنا اللي متبقي، اتبقى هاف في 4 ار الاول ب 2 ار، والساين سي نزلت زي ما هي، انا ضربت يا جماعه 4 في هاف ب 2 تحت السي سمول. طب ركز كده معايا في اللي هيحصل دلوقتي ده، مش ال 2 ار احنا لسه قايلين اهو من شويه فوق اهو ان ايه اوفر ساين ايه، هي بي اوفر ساين بي، هي سي اوفر ساين سي، هي 2 ار. انا هشيل ال 2 ار اكتب مكانها سي اوفر ساين سي. اشمعنى السي يا مستر؟ عشان هي الفضله في المساله، هقول سي اوفر ساين سي، في ساين سي اللي فوق زي ما هي كل ده اوفر سي، كنسل الساين سي مع الساين سي، اتبقى لك سي اوفر سي، يبقى الانسر بتاعي ايكوال 1، حاجة ديفايد نفسها يبقى ايكوال 1. ده يا جماعة يعتبر لمينا معظم المنهج، مش عايز اقول المنهج كله، احنا حالين 40 questions على المنهج كله سواء الجبر او كالكلس او تريجنومتري. اتمنى يبقى الناس افتكرت معايا ولمت المنهج. حل بقى تاني كتير، واللي يقف معاك يبعتهولي على طول. يلا سلام عليكم.